التمرين رقم 2، يتطلب هذا التمرين مهارة إضافية تتعلق في القيام بمجموعة من الأوامر من معدل Edit SP Line ما قبل إضافة أمر Extrude من Modifier List. وكمثال وقبل البدء بعمل التمرين، في حال رغبتنا في رفع Object، هذا الأوبجكت يتكون من مجموعة من النقاط الغير متصلة ولكنها متحاذية عند رؤوس النقاط. مثل هذا الشكل الذي يتكون من الخط الأول والثاني بالإضافة إلى القوس. في حال قيامنا بعملية الإكستروجن مباشرة ما بعد أمر Attach من Edit SP Line، سيتم رفع هذا الأوبجكت على شكل سطح. يمكن إلغاء والتراجع عن المعدل Extrude عن طريق الضغط على Remove Modifier from the Stack، وعليه فإن هذا الأوبجكت المكون من مجموعة من Lines بحاجة إلى أمر Weld عند نقاط الانقطاع. تظهر نقاط الانقطاع بأرقام مختلفة في حال تفعيل Show Vertex Number، حيث يظهر وجود رقمين عند هذه النقاط. لمعالجة هذه المشكلة يتم اختيار النقطتين وتفعيل أمر Weld. نلاحظ في كل مرة نقوم بتفعيل أمر Weld يتغير ترقيم النقاط ويصبح الترقيم متسلسل من 1 إلى 10 أو بحسب عدد النقاط التي تم إنشاء الأوبجكت فيها. يتم إغلاق المعدل عن طريق الضغط على Edit SP Line والضغط على إشارة ناقص أو ماينس المحاذية، ثم الاستعانة بأمر Extrude، ونلاحظ أن الأوبجكت ظهر بنوع Solid.